أخبار اليوم. كثير من الإعلاميين أنا شخصياً بتعرض ليها أن يقولوا لي كلمنا فلان وفلان وفلان ومفيش حد عاوز يطلع يتكلم على أزمة الدولار لأنه كله خايف من أنه محافظ البنك المركزي، مش بس أتكلمش على محافظ البنك المركزي الحالي لكن في أوقات كثيرة يزعل منه، أو خايف من رئيس الرقابة المالية أنه يتضايق في مسألة بعينها. فأنا الحقيقة أنا بتفق معاك في يعني أنه لابد أن يكون في هناك حوارات أكبر وتواصل بشكل واضح ورسائل مركزة، لأنه أعتقد أن الاقتصاد الجميع يعي أنه مدخل إلى جانب ضرورة الإصلاح السياسي لكنه مدخل مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي أيضا. إذا سمحتوا لي برضو في كلمة أنه إلى جانب الكلام اللي يقوله الدكتور أحمد جلال فيما يتعلق بضرورة الإصلاح السياسي أو أنه المنظومة السياسية شرط للنجاح الاقتصادي لأنه يتضمن تداول السلطة، يتضمن المساءلة، يتضمن المحاسبة، في نقطة غائبة جدا الحقيقة احنا بنعاني منها في مصر كثيرا في رأيي، فكرة الرول اوف لو. يمكن كثير من النظم السياسية نجحت رغم أنها لم تكن دول ديمقراطية زي سنغافورة وماليزيا والصين وغيرها، لكن الجامع المشترك دائما هو مبدأ سيادة القانون، وهذه مسألة في غاية الأهمية الحقيقة بتغيب عنا كثيرا. سيادة القانون مسألة مهمة جدا، وللأسف يمكن وأنا عشان كده يعني ده كان سؤالي الأول للسيد عمرو موسى، يعني الحقيقة احنا في بعض الأحيان بنجد نفسنا في معضلة إدراء القانون وليس سيادة القانون، ويجب أن يكون وأنا في رأيي أنه في 70% وأنا هذا تخصصي العلاقة بين الإصلاح أين الاقتصادي والإصلاح التشريعي، مشكلتنا ليست في قصور التشريعي أو في عيوب التشريعية اللي عندنا، وإنما المشكلة الرئيسية تكمن في عدم إنفاذ القوانين. لو طبقنا القوانين ونفذناها بما فيها حتى قانون الاستثمار، يمكن أشرف بي سلمان فاكر حواراتنا، كثير من النصوص اللي كان الكل عمال يطالب بيها زي الخاصة بالأراضي والخاصة باحترام القرارات المرتبطة بتخصيص الأراضي وعدم سحب الأراضي نتيجة عدم خطأ في حالة عدم وجود خطأ من المستثمر، عدم جواز الرجوع في التسعير، كل هذه النصوص التشريعية كانت موجودة في قانون الاستثمار من سنة 97 ولم تفعل، وتحدثنا عنها في 2014 كأنها شيء جديد غير موجود.